القارئ علي صالح عمر سخر وقته وجهده للقرآن، يحفظه ويتلوه ويرتله بخشوع وإتقان، حاز بصوته الجميل على اهتمام الكثيرين في مملكة البحرين وخارجها، فبات الحافظ والقارئ والخطيب والإمام. ما حققه القارئ علي صالح عمر من إنجازات عديدة ومشاركات دولية مهمة كمسابقة روسيا والكويت وإندونيسيا هي إنجازات تضاف إلى سجل البحرين الحافل، علاوة على ما حققه مؤخرا بفوزه بالمركز الأول في مسابقة القارئ العالمي. ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. أن تبحر في قلب المعنى تعيشه بشجنه وتستشعره بصوتك وقلبك وعقلك، هو أن ترتله وتتغنى به احتسابا وحبا إجلالا واحتراما. النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي في طريق من طرق المدينة، سمع صوت جميل يقرأ القرآن. تخيل هذا النبي العظيم يقف في طريق من طرق المدينة يستمع لصحابي يقرأ القرآن. طيب، ثم في الصباح يقول: لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع لتلاوتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود أو مزامير داود. إيش كان شعور الصحابي؟ الصوت والنغم مخارج ومداخل تلتقفها سجية القارئ ليتفنن بها بعلمه الوافر وينادي بها بنغمه النادر وفق فحواها ومكامن مبتغاها العظيم. لما تأتي للقرآن تقرأ، ما تقول مثلا أنا بقرأ بنغمة كذا ولا هذه الآية أقرأها بنغمة كذا، لا، أنت تقرأ، وأنت تقرأ تأتيك المعاني سبحان الله، فيتشكل صوتك مع المعاني، وهذا الأصل في القارئ. القارئ علي صلاح عمر الفائز بجائزة القارئ العالمي امتلك موهبة الانتقاء والعلو بالمعنى القرآني والعيش فيه، فلكل آية يحيك غزلا روحانيا يحلق بالسامع إلى لب المراد منها وموقع الخشوع والتمعن فيها. الشيء الأكيد أنه ما بيتكلم عن الجنة مثل ما أتكلم عن النار. الجنة فيها الفرح والسرور وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما أسويها بنار السعير فيها العذاب وفيها التعب وفيها التعاسة وإلى آخر. فمثلا هني في هذه الآية نقرأها مثلا بفرح: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. أوصل إحساس راحة، إحساس طمأنينة للمستمع فيشتاق إلى هذه الجنة، يفكر في هذه الجنة. الله يبارك فيك ويرضى عليك. كتاب أنزلت آياته منزلتها الرفيعة استحقت التفرد بتدبر تفسيرها والتجميل لمخارج حروفها والتحسين لنغمها وعذوبته، وبذلك توقد في نفس السامع مواضع الخضوع وتزين للجوارح حب العمل بها. كل آية هي عبارة عن رسالة من الله عز وجل لك أيها المسلم، تعرف معناها تعمل بمقتضاها. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحفظون العشر آيات ما يتجاوزونها إلى عشرة أخرى حتى يعرفوا معناها ويعملوا بمقتضاها ثم ينتقلوا، فعملوا بالقرآن كاملا. احنا كم نعمل بآيات الله عز وجل، وكم آية تركنا العمل بها؟ الله المستعان. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بارك الله فيك يا شيخ. وفي ختامه مسك فعلا هذا الجمال وهذه العذوبة في الصوت هي هبة من الله تعالى يمن بها على عبده قارئ القرآن، والذي بدوره يحسنه ويطوره ويتعلم ويجمله أيضا بحسن الأداء وتفرده. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.